C'est la vannerie Tutsi. يسرني أن أشرف اليوم على افتتاح المعرض الثقافي الإفريقي في أحد أعرق المتاحف الجزائرية ألا وهو متحف الباردو. هذا المتحف الذي يكتنز ممتلكات ثقافية نادرة تعكس حضارة أمة عريقة يعود تاريخها إلى أكثر من مليوني سنة، ثاني مهد الإنسانية بعد أثيوبيا. وهي مناسبة لتذكير من يجهل التاريخ أن إفريقيا كانت دوما معمورة بسكانها قبل مجيء من استعبدوا أبناءها وهجروهم قصرا واستحوذوا على خيراتها في أبشع صورة لإبادة الجماعية لسكانها من قبل الاستعمار الهمجي الذي يبقى وصمة عار في تاريخ الإنسانية.